البيوت والصناعات الكيميائية باكين بنحو 6.77%، ثم سهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بنسبة 5.29%. وعلى النقيض كانت الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 9.93%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 9.73%، تلا سهم العز الدخيل للصلب بالإسكندرية بنسبة 9.47%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 8.78%. هذا وخسر رأس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.2 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند 385.9 مليار، وسط تعاملات بلغت نحو 820.5 مليون جنيه. اسمحوا لنا قبل ما نطلع للتقرير يوم لتحليل اداء البورصه نرحب بضيفتنا الاستاذه رانيا عقوب خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اسمح لنا نطلع نشوف تقريرنا التحليلي اليومي ونرجع نبدا تحليلنا على الاسهم. متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، وسط التراجعات التي شهدتها أسواق المال العالمية بعد تراجع أسعار النفط دون مستوى 27 دولارا للبرميل. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 4.11%، ليبلغ مستوى 5813.72 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 1.1%، وشملت التراجعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 1.34% من قيمته. واتجه التعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 15.5 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 16 مليون جنيه. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.2 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 385.9 مليار جنيه مقابل 395.1 مليار عند إغلاق الأربعاء، وسط تعاملات بلغت نحو 820.5 مليون جنيه. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونرحب بضيفتنا الاستاذه رانيا عقوب خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك مره تانية. اهلا بحضرتك. طبعا يعني بيقال النهارده جلسه دمويه، مش عارفين نبدا منين، من الاسباب ولا من تحليلنا للبورصه؟ يعني طبعا الاسباب الواضحه خسائر على مستوى جميع بورصات العالم، اسيويه اوروبيه عربيه وتبعتها المصريه، وفي نفس الوقت تصريحات سلبيه جايه من العالم وخاصة من الفدرالي الأمريكي بيتكلم فيه عن الاقتصاد العالمي، مع أن كان في أخبار إيجابية داخل السوق. سريعا كده ادينا نظرة السوق من شفتيها ازاي النهارده؟ هي مش جلسة دموية، هي فترة دموية. احنا بنمر بفترة من بداية هذا العام، يمكن بداية عصيبة جدا وأزمة عالمية. بالطبع العالم بيعاني، ولكن خليني أقول أو زي ما قيل قبل كده كثيرا إن أغلب البورصات العالمية صعدت بعد أزمة 2008، قدرت تتجاوز الخسائر العنيفة اللي واجهتها في 2008. بعض البورصات وحققت منهم حاجات جديدة وقدروا يخرجوا بره يمكن أو المشكلة أو الأزمة في هذا الوقت. تمام. بالطبع أن أغلب هذه البورصات ممكن تمر بعمليات جني أرباح أو تصحيح نتيجة بقى إيه، يعني أزمة عالمية جديدة. بالطبع الدول العربية عندها مشكلة تخصها وهي أزمة البترول اللي اتكلمنا فيها كثيرا، والبترول النهاردة بيحقق قاع جديد لم يتلمس معه من 13 عام. يمكن وصلنا للأدنى خلال صباح هذا اليوم عند مستوى يمكن تقريبا 26 دولار و30 سنت، وده كان أمر يمكن ابتدى يثير المخاوف بصورة أكبر مع ارتفاع الذهب، مع بعض بقى التصريحات من جانب الفيدرالي الأمريكي بشأن مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. أنا من وجهة نظري شايفها ما اختلفتش عن أغلب التقارير اللي صدرت من المؤسسات العالمية على مدار الأربع أو الخمس شهور الماضية. صحيح. إن العالم بيمر أو هيمر بأزمة وحركة تباطؤ في النمو، وفي قلق من معدلات التضخم في أغلب الدول المتقدمة. كل هذه الأمور مش جديدة ومتعارف عليه،
متوقع برضو ان احنا قلنا من فترة طويلة ان اسعار البترول لن تصل في الفترة القريبة دي لقاع حتى الان، وان احنا ما زلنا بننتظر لما نشوف التوترات اغلبها لعبة سياسية في الغالب. صحيح. نتيجة دخول ايران خلينا نقول مجال تصدير البترول مرة اخرى بعد رفع العقوبات عليها، وان هي مصممة تزود سقف انتاجها برضو مع المشاكل كل ده بقى ممكن قد يتحل في يوم من الايام باجتماع ما بين اوبك ومثلا روسيا، فنلاقي مثلا في تخفيض لحجم الانتاج. قد نصل ساعتها لمنطقة نفاجئ ان البترول هيبتدي يستقر بس تاني. ده مش قبل شهر 6 عموما او على بداية النصف الثاني من العام، قلنا بالضبط النصف الثاني من 2016 تبتدي تظهر ملامح يعني الازمة دي بالضبط، اذا كانت هتتحل او اذا كانت هتصير بحالة عرضية بغض النظر. هنيجي بقى للاقتصاد المصري او احداث السوق المصري. تمام. السوق المصري كان عنده مجموعة من الاخبار الايجابية، منها انا حابة الاول اتكلم عن الاخبار الايجابية. البنك التجاري الدولي وطفرة في الارباح، وفي اقتراح بتوزيع 75 قرش كوبون نقدي. الى جانب طبعا فيما يخص صفقة سي اي كابيتال تقدمت النهاردة شركة اوراسكوم للاتصالات بالعرض الاستحواذ تقريبا عن طريق احدى الشركات التابعة ليها وهي شركة بيلتون، وده ادى الى ارتفاع سهم بيلتون اليوم. صحيح. في تساؤل غريب يرتفع السهم او شركة اللاحقة او يعني التي تتبع الشركة الام اللي هتقوم بالاستحواذ، علامة الام طبعا ما بالضبط ما صعدش علامة استفهام. يمكن نجد عليها اجابة في وسط كلام. تمام. ماشي. ادي بالنسبة لأوراسكوم وبالنسبة للسي اي بي. طبعا في بعض الاراء ابتدت تتجه لا ده السي اي بي سهم البنوك وتأثر نتيجة انخفاض دوتشا بنك في اوروبا ل7%، وبالتالي تلاقي انخفاض اغلب اسهم البنوك. بتهيألي في سياسة مختلفة او السياسة المصرفية ما بين مصر وما بين اوروبا مختلفة. صحيح. وده ظهر ايام الازمة العالمية، وقيل ان الجهاز المصرفي المصري ليه قواعد وقوي وفي خلينا نقول برضو صندوق النقد الدولي الشهر الماضي اعلن ان من المتوقع ان القطاع المصرفي المصري يمكن يكون الاعلى نموا في منطقة الشرق الاوسط تقريبا ب 12%، يلي القطاع المصرفي المغربي بحوالي 8%. ادي تساؤلات اهي بيتم. عندنا احد اسهم القطاع العقاري سهم قوي جدا محقق ارباح تتعدى حاجز المليار جنيه، وهو سهم بالم هيلز. بيهبط بعنف خلال جلسة اليوم، ويمكن اخر جلسة بيتم وقفه لانه تجاوز النسبة المسموح بيها في الهبوط. علامات استفهام سهم مدينة نصر النهاردة، الشركة بتعلن هي بتشتري اسهم خزينة بيتعرض لها سي بيتعدى 80 مليون، في حين ان هي بتطلب تشتري اسهم خزينة حوالي 4 مليون. علامات استفهام كتير. لماذا السوق لم يستجيب لأي من الأخبار الإيجابية؟ لماذا شفنا النهاردة مبيعات من جانب المؤسسات المصرية في حين أن الطرف اللي هو العرب والأجانب هما اللي انتهوا مشترين، مع أن المشكلة في أوروبا؟ مع أن المشكلة في أمريكا؟ صحيح. مع أن المشكلة في الدول العربية؟ في الدول العربية. طب ما هي يعني دي الأسئلة اللي احنا دايما بنسألها. هل المؤسسة، السؤال بقى هنا اللي أنا عايز أسأله، هل المؤسسات المصرية مثلا شايفة أن المشكلة عندنا في مصر أكبر ما هما شايفينها؟ السؤال. طيب طب اسمح لي بقى انا اسالك السؤال اللي دايما في اغلب حلقاتي بساله، سلوك المؤسسات من المفروض واللي احنا قرينا عليه في الكتب واللي احنا عارفينه، وخاصه المؤسسات المحليه او اللي هي تابعه لبنوك او غيره، بتحافظ على اساسيات الاقتصاد المصري، دايما سلوكها المفروض انه يحافظ على السوق ويجمع الاسيتس بتاعه الاقتصاد ويحافظ عليها وما ننزلهاش. احنا بنشوفها دلوقتي سلوكها يمكن مش عايز اقول افظع من الافراد، هم اللي بيعملوا حاله البنك في السوق وهم اللي بيجروا يبيعوا ويشتروا. قلنا في وقت من الاوقات بعض الضيوف الافاضل قالوا ان هو برضو راجل مسؤول وعنده مستثمرين بدل ما يسحبوا الفلوس من الاستثمار والعمليه كده. رايك ايه؟ بالطبع الصناديق بيبقى عليها ضغوط، عليها استحقاقات، كل ده بنتفق عليه، ولكن بصورة عامة السؤال بس هنا لما بعض الأسهم القيادية عندنا اللي بتمثل خطوط دفاعية وبتعتبر أسهم دفاعية. صحيح. وبتعتبر ان هي من الأسهم اللي بتدي عائد، وتعتبر من الأسهم المحققة نتائج أعمال في ظل الركود الاقتصادي اللي موجود، وفي نفس الوقت يعني في تحسن كمان في نتائج الأعمال، مش هنقول تأخر في نتائج. صحيح. الأعمال. هل هنا ده يدعو إن أنا أستغل عمليات البانيك من جانب الأفراد، وإن أنا كمؤسسة ذكية أو مفروض إن أنا أتعامل بفكر ذكي وبحجم أعمال وعندي خبرات وعندي خبراء كمان أموال كبير؟ صحيح. إن أنا أدخل
تقتنص هذه الفرص من أجل أن دي تبقى فرص استثمارية. أنا طبعا مفروض أن الفكر الاستثماري للصناديق مختلف تماما، مش على مش نظام مضاربي اللي هو على المدى القصير. لا، أنا بدخل النهاردة أستثمر لثلاث أو ست أو سنة لقدام. صحيح. هنا بقى السؤال، ليه البنوك المصرية إحنا يعني إحنا بنتساءل ليه يعني مش البنوك، ليه الصناديق وليه المسؤولين؟ ليه لماذا؟ والسؤال ده انا سالته برضو عبر برنامجكم الكريم ده اكتر من مره. ليه لغايه دلوقتي ما فيش سؤال؟ مش هنقول لهم انتوا بتبيعوا ليه، لان ده سوق حر، انا ماليش ان انا احط لك قيود. ليه هو السؤال؟ انتوا ليه مش بتستثمروا؟ طب انتوا عندكم رؤيه، هل انتوا عندكم رؤيه تختلف عن رؤيه المؤسسات الدوليه اللي بتقول ان مصر مهيئه في الفتره القادمه لاستقطاب اموال او لاستقطاب رؤوس اموال اجنبيه، او وان الاقتصاد فيها سينمو بشكل كبير والفرص اكبر؟ لا، وفي سؤال اهم تاني، وهل انتم مش متوافقين مع ما يتم الاعلان عنه من جانب الوزراء والساده المسؤولين ان مصر ماشيه في خطى سليمه وخطى اصلاحيه، وان مثلا مشكله الدولار دي هيتم حلها خلال النصف الثاني؟ هل انتم مش متوافقين مع الكلام ده؟ ما احنا لازم نفهم. صحيح. طيب لو احنا مقارنة، انت قبل الهوى كلمتيني عن الصين وعن روسيا، وان في الازمات وفي المواقف اللي زي كده الحكومة نفسها بتقف. يا فندم، هو الحكومة ورئيس الدولة وكل من هو مسؤول بيقف ويهب من اجل البورصة، لان مش البورصة بس، هي البورصة دي عشان برضو نرجع لنقطة مرآة الاقتصاد اللي احد الوزراء السيد الوزراء قال ان هي مش مرآة الاقتصاد. لا، هو مش احد الوزراء، هو السيد وزير الاستثمار وهو المنوط بمجال الاستثمار في مصر، يعني الله اعلم ذكر او تم الاعلان في بعض الاقاويل الصحفية. انا ما سمعتش الكلام ده بودي، بس قيل ان احد الوزراء قال ان الاقتصاد المصري او البورصة المصرية ليست مرآة الاقتصاد المصري. بالعكس، هي البورصة المصرية هي عبارة عن ايه؟ مجموعة من الشركات التي تعمل داخل الاقتصاد المصري في جميع القطاعات وجميع المجالات، نسب منها مطروحة في البورصة المصرية. صحيح. وبتتحرك الأسعار في البورصة المصرية بناء على نظرية العرض والطلب، فبالتالي ما يحدث داخل البورصة المصرية بيمثل ما يحدث بقى داخل الاقتصاد، من وجود ركود، من وجود تخوف من الاقتصاد، من او انتعاش او صعود او غيره. هي مرآة مصغرة في اي حتى لو سبقت الاحداث بشكل يعني دايما احنا بنقول البورصة بتسبق الاحداث، بس برضو ما زالت مرآة. طيب لو احنا اتكلمنا يعني خلينا ندخل بقى في اي جي اكس 30، هو اللي كان يعني هبوطه كبير النهاردة 4.11، وصل ل 5.813. طبعا هو كان المفروض مركز الدعم بتاعه 5.900. انت شايفة هيوصل لفين تاني؟ وممكن نرتد لغاية كام؟ هتبقى ايه المقاومة؟ هنتكلم من الناحية الفنية، السوق بصورة عامة في اتجاه عام هابط على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. عندنا مناطق مقاومة هامة جدا كانت بتعتبر مناطق 6200 اللي احنا ما قدرناش نستمر فوق هذه المنطقة خلال الحركة التصحيحية الأخيرة. صحيح. كان عندنا مناطق الدعم عند منطقة 5900، للأسف كسرها اليوم المؤشر. خليني أقول أن منطقة الدعم الأهم القادمة هي مناطق 5713 تقريبا أو 5715، منطقة دعم هامة جدا للمؤشر. مع كسر هذه المنطقة هنواجه القاع اللي صعدنا منه آخر مرة عند منطقة 5500. تمام. لو اتكلمنا على اي جي اكس 70 اللي احنا دايما بنقول عليه اسهم المصريين واسهم المضاربات، هو الهبوط النهاردة 1%، هل شايفة ده هبوط كبير ولا عشان يمكن الحركة في اي جي اكس 70 برضو ما هياش، والسيولة طبعا مسحوبة في 30، رأيك ايه؟ لا، هي بالعكس، السيولة مش مسحوبة في 30. يمكن في مدار على مدار الربع الاخير من 2015 بداية هذا العام لاحظنا نشاط ملحوظ في اغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة، وكنا دايما بندي توصية ان السادة المستثمرين يبتدوا ان هم يتعاملوا مع هذه الاسهم، وان مؤشر الاسهم يعني المؤشر القيادي هو اللي هيتأثر بعنف او بقوة. صحيح. على الاحداث العالمية، وده من وجهة نظرنا في ذاك الوقت اللي اختلفت طبعا من وجهة نظري دلوقتي، ان الاجانب والعرب هيتأثروا وهيبتدوا يبيعوا في الاسهم القياديه اللي هم بيتعاملوا عليها في الاي جي اكس 30. شايفين العكس بيحصل، شايفين المؤسسات المصريه هي المتخوفه اكتر بغض النظر عن هذه النقطه. الساده المستثمرين طبعا احنا شايفين الاسهم الصغيره والمتوسطه، بعض هذه الاسهم فيها فعلا اشارات ايجابيه، بعض هذه الاسهم لم يعد عندها الزخم للهبوط اكتر اصلا، خلاص وصلت احنا بعد القاع الحقيقي ليها. احنا على مدار الاربع سنين الماضيه اغلب الاسهم الصغيره والمتوسطه هبطت بعنف، في حين ان بعض الاسهم القياديه يمكن كانت بتصعد وبتحقق مكاسب كبيره، بعضها تعوض خسائره ايام الازمه العالميه، ولكن للاسف الاسهم الصغيره والمتوسطه في الاربع سنين الماضيه كانت بتحقق لهات جديده وقيعان تاريخيه، فبالتالي احنا بنقول تاثرها باي عمليه هبوط مش هيبقى بنفس تاثر الاسهم الكبيره. صحيح.
فبالتالي كمان كنا بننصح السادة المستثمرين ان هو يتعامل مع سهمه ان هو مؤشره ولا يتعامل مع تحليل مؤشر الاي جي اكس 30، لان انت للاسف مش بتشتغل في هذه الاسهم. وغير ان طبعا التغير الوزني النسبي داخل 30 واحنا عارفينه اللي هو السي اي بي الاعلى فيه بيدي انديكيشن مش صحيح، فخليك انت في السهم بتاعك وحلل على اساسه بالظبط. يعني بعض الاسهم في ظل هذا السوق يمكن النهارده والهبوط العنيف اللي كان في السوق، بعض الاسهم كنا لاحظنا ان هي بتحافظ على قيعان معينه، وكان في بعض الاسهم حققت صعود ودي تعتبر بنسميها اسهم مضاربيه. تمام. طيب لو جينا نتكلم على احجام التداول، ما زالت الفتره اللي فاتت ولغايه النهارده احجام التداول ما بتزيدش عن 400. طبعا النهارده كانت 830 لان في تقريبا كان في واضح ان في صفقه. لو احنا بنتكلم اولا عن اسباب، لو انت في رايك اسباب ضعف السيوله، الحاجه الثانيه ايه اللي ممكن يزود السيوله لان ده هيزود الشغل البورصه؟ السيوله للاسف ضعيفه من بعد قرار بشان الضرائب على ارباح الراسماليه، ده ادى الى تخارج وتخوف كثير من المتعاملين في السوق، كان بعضهم بعض العرب اللي بيهتموا بالدخول في السوق المصري ولو على المدى القصير، ولكن ابتدوا يتخوفوا من موضوع الضريبه وده كان ليه تاثير سلبي. للاسف اتخذ وقت كبير في العوده عن هذا القرار، يمكن كان من الصعب ان احنا بعد ما تم تاجيل هذه الضريبه ان احنا نقنع الساده المستثمرين بالعوده مره اخرى في ظل بقى ان ابتدت ازمات في الدول العربية وأزمات على مستوى العالم، فبالتالي ما قدرناش ان احنا نصل ان احنا نجيب ما خرج من السوق. وطبعا كان في بعض القرارات يمكن كان الكل في انتظار قانون الاستثمار الذي لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن، بعض المشاكل بشأن السياسات النقدية وسعر الصرف، ده يمكن كان بعض الأمور اللي بيضعها المستثمرين، المتأخرات في جانب في أموال بعض المستثمرين، طبعا البنك المركزي بيحاول يلبي هذه المتأخرات ولكن ما زالت مشكلة سعر الصرف هي اللي يعني اللي بتبرز هي الأساسية في الموضوع بالظبط. فبالتالي كل ده بيكون ليه تأثير مش بس على البورصة، في استقطاب اي اموال داخل الاقتصاد المصري اي استثمار جديد هيبقى صعب بالزبط. طيب احنا طبعا اليومين اللي فاتوا شفنا خبر لشركات عالميه ال جي وجنرال موتورز، كانوا قالوا ان هم مش هيكملوا في السوق والتصريحات النهارده اتعكست وقال لك لان احنا مكملين وشغالين. المفروض ده كان يدعم بشكل كبير البورصه، غير ان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قال ان في اجراءات بتتخذها الحكومه لدعم الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفتره المقبله، وطبعا العمل على تحسين موقف الشركات العامله. كلها اخبار ايجابيه، برضو لغايه دلوقتي ما عرفناش وما حطيناش ايدينا على السبب. اخبار ايجابيه، تخوفات عالميه ماشي، بس ما تخليناش نبيع بالشكل ده. يعني بتهيألي بالمقارنة بالبورصات اللي جنبنا والبورصات التانية احنا نازلين اكتر. لا، هو المصريين او البورصة المصرية بتحب تجامل تجامل البورصات العالمية في الهبوط وتجامل البورصات العربية. ولو البورصة اليونانية حققت ادنى مستوى ليها خلال الاسبوع الماضي برضو البورصة المصرية مستعدة تجاملها في القصة دي. بصورة عامة للأسف احنا في حالة تخبط. بمعنى ايه؟ السادة الوزراء بيعلنوا ورئيس الحكومة بيعلن عن اجراءات من اجل جذب رؤوس اموال جديدة للبورصة المصرية، محافظ البنك المركزي بيعلن عن اقتراب حل مشكلة الدولار، لكن في واقع الامر احنا مش شايفين المشكلة بتتحل. بعض الشركات العالمية هي يمكن اعلنت توقف خطوط انتاج ليها لمشكلة في ان هي تجد الدولار من اجل دخول المواد الخام او استكمال عمليات هذه المصانع في مصر. طيب إيه، انت بتوفر لها النهارده، طب هتفضل لغايه امتى هتقدر صحيح. توفر لها؟ البنك المركزي بيعلن عن توفير الدولار من اجل السلع الرئيسيه، وفي الاخر برضو بيعلن ان حجم الاحتياطي النقدي بيزيد. طب ممكن نعرف منين الحاجات دي بتمول؟ طب ليه مش بيطلع تصريح من البنك المركزي؟ طب ليه مش بيطلع حد يشرح ماذا يحدث؟ زي برضو البلبلة اللي حدثت منذ أيام بخصوص الإعلان عن الميزانية ورقم 8 جنيه وربع اللي تم الإعلان عنه من جانب الحكومة، وقلنا إن ده هيحصل معناه تخفيض للجنيه، فوجئنا بيقولك مفيش تخفيض للجنيه، ده رقم تحوطي. وبرضو الرقم ده عمل لي هنا تساؤل صغير، هو الحكومة لما تحب تتحوط يعني ان ممكن سعر العملة يزيد خلال الفترة القادمة، هنزود الجنيه يبقى 8 وربع، ولا اوريدي ده السوق الرسمي بيتداول عند مناطق 78 و88، فهنا ايه المقياس اللي يخليني احطه 8 وربع؟ صحيح، فين التحوط في الحتة دي؟ طيب لو عايزين نتكلم بقى على عموما فكرة بقى الاقتصاد العالمي وفكرة ان احنا عندنا الاخبار اللي بتطلع ما زال فيها تضارب، في ناس تقول لك لا الازمة العالمية ما هياش ازمة، هي مجرد توابع بسيطة للأزمات، الأزمة 2006 اللي اتنقلت ما زالت بتتنقل،
مازال الاقتصاد المصري طبعا في مشاكل مش عارفين برضو نحط ايدينا عليها ومش عارفين نحلها ومش عارفين نجيب استثمارات. تحليلك عموما للاداء والاستثمار والبورصه والاقتصاد العالمي والاخبار ديت بصوره عامه من وجهه نظري الشخصيه ان ما حدش هيقدر يحصر مشكله الاقتصاد العالمي في جمله واحده. طبعا الاقتصاد العالمي الفتره اللي فاتت دي في بعض الاقتصاديات ويمكن خلينا نقول منطقه اوروبا او منطقه اليورو زون ما قدرتش تخرج من الازمه العالميه حتى الان. تمام. او الاجراءات اللي تم اتخاذها للخروج من الازمه العالميه يمكن ما ساعدتش منطقه اوروبا للخروج من هذه الازمه. الى جانب طبعا ظهور بقى ازمه تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الصيني اللي بيعتبر من اهم الاقتصاديات على مستوى العالم والنتائج بتاعته خلال السنوات الماضيه مع ان على كانت بتنقص العالم. صعود للاقتصاد الهندي اللي بيعتبر الوقت الثالث على العالم واللي ممكن يحل في اي وقت مكان، يعني مش هنقول هيحل مكان الصين بس هيوزن يعني صعب ان لعبه التوازنات دي بتاخد سنوات طويله. سنوات طويله صحيح. مش فجاه بتبرز النتائج الاقتصاد الهندي. بالنسبه للاقتصاد الامريكي، الاقتصاد الامريكي انا من وجهه نظري الاقتصاد الامريكي بيسير على خطى التعافي حسب ما يتم الاعلان عنه. تمام. هما بس وده بيتم الاعلان من جانب مثلا الفيدرالي خلال تصريحات سابقه غير التصريحات الاخيره ان الاقتصاد الامريكي من المتوقع ان معدلات الدخول تزيد وبالتالي معدلات الانفاق تزيد وبالتالي يصلوا الى معدل التضخم اللي هم عايزينه حوالي 2% على مدار السنوات القادمه، ولكن هي دلوقتي الخطه هنأجل استمرار رفع الفايده على الدولار بصوره متواتره ولا هنرفعه مره ولا مرتين ولا ثلاثه خلال هذه السنه. سريعا بقى عايزين نشوف توقعاتك للاسبوع الجاي في البورصة المصرية، هل هنستمر في ده ولا ربنا يسهل ونطلع؟ خلينا نقول نظرا لضعف أحجام التداول بصورة عامة، كسر مناطق ال 5900، ما زلنا بنقول عندنا قاع هام عند منطقة ال 5715، المنطقة دي بتعتبر قاع هام بتتزامن مع دعم هام جدا عند السي أي بي اللي بيعتبر السهم الأبرز والأهم في هذا المؤشر. في حال الارتداد منه بنتوقع طبعا مناطق ال 5900 ترجع تكون مقاومه تاني، اليها منطقه ال 6200، وطبعا مع كسر مناطق ال 6200 بنتكلم ان احنا هيبقى عندنا مساحه كبيره جدا عند ال 6700، وهنا ممكن نرتد فوق خط الاتجاه الهابط للسوق ان شاء الله. استاذه رانيا عوض خبيره اسواق المال، بشكر حضرتك على وجودك معايا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بالطبع شكر موصول لحضراتكم، مؤشر النيل بيعمل مع اداء البورصه المصريه للتحليل اكثر واقعيه، الى اللقاء.